نعم نعم مضحك. يعني هي كل الفكره اللي انا عملتها اني بس ان انا حطيت لكم هذه الفيديوهات المسجله، بعد ما بتخلص الفيديوهات المسجله اللايف بتاعهم اوراهم على طول. يعني هو اللايف بتاعهم L1 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 يبقى دول الاربعه ايه بتوع اللايف، بعد كده بتكمل. يعني انت لو مش هتعمل البلاي ليست دي هتمشي مظبوط. فحسيت ان مش عارف لو انتوا عايزين افصل لكم اللايف بلاي ليست لوحديها والمسجل بلاي ليست لوحديها ماشي. عايزين ما في مشكله زي ما هي كده ماشي. يعني هي بس عيبها الوحيد انك هتحس ان انت بتتلخبط بين 23 24 25 وبعد كده تبدا 5 6 7 5 طبعا ترتيب اللايف. فاهمني؟ نعم نعم. لكن حتى اللي انت الجزء اللي انت صوته انا عملت لك مسجل هو موجود يعني. ودكتور لو فيش دكتور لو ما في غلبه عليك تفصلنا اياه برضه افضل، بس اذا صعب يعني خلاص ما في مشكله. لا مش صعب، صعب اللي صعب ان شاء الله سهل، ان شاء الله سهل مش حاجه. خلاص خلينا نعمل لكم دوره ثانيه، دي دوره البايثون مستوى البرمجه، خليه دوره المسجل وهفصل لكم على جنب اللايف ده. بالعكس اسهل لي انا ذات نفسي، لان انا ساعات لما باجي ارفع بتلخبط في الارقام، يعني لازم اقعد اراجع الاسم لغايه ما الاقي صحيح صحيح او بتاع بتلخبط. فخلاص خليني افصله. نعم افضل. بس هتبقى عندكم معلومه واحده بس اللي ناقصه، اللي والله ده بعد ايه من المسجل. فاهمني؟ نعم. ايش المعلومه اللي ناقصه؟ ده هيبقى بعد كام، بعد فيديو كام في المسجل؟ دي هتبقى المعلومه اللي ناقصه يعني. فاهمني؟ نعم. يعني هنا مثلا معروف خلاص انا هنا في فيديو 9 L3 خلاص معروف ان ده ايه؟ يا اما عندي فكره ثانيه احط لكم صوره هنا تبقى مثلا الحمراء كده مكتوب عليها لايف، بس مفهوم يعني من اول ما تبص كده على البلاي ليست بقى انت فاهم دي لايف من غير ما تقرا ولا حاجه، بمجرد النظر. ممكن يكون برضو ده، ممكن يكون ده برضو مريح، معرفش. شوفوا اللي يريحكم. هي بس الميزه هنا ان انت خلاص ماشي بالترتيب، هتوصل على فيديو 29 هتلاقي نفسك دخلت في اللايف بتاعه، هتلاقي نفسك بتراجع الله على 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 الجزء اللي فات، فانت مترتب الدنيا عندك بس. نعم. فشوفوا اللي يريحكم ايه نتفق عليه ونعمله ان شاء الله. محمد ابراهيم بيقول كده اهو. انا مش عارف هو انه كده فيهم في اللي احنا قلناهم، بس يعني ماشي. خير ان شاء الله. طيب عموما بقى يعني عموما الدنيا عامله معاكم ايه؟ يعني الكورس ماشي كويس؟ فاهمين في مشاكل معينه عندكم؟ يعني عايزين تقولوا لي حاجه معينه يعني قبل ما نبدا يعني. هو كده احنا خلصنا كام في المية من الكورس يا دكتور؟ احنا النهارده المحاضره الرابعه لسه. بتفكرني ب الجامعه كنا اول لسه في اول محاضره لك دي ممكن تيجي في الامتحان، بيبقى لسه الدنيا ما بداتش كل لسه هتيجي في الامتحان. المفروض ان هو مكثف يعني مكثف. احنا المفروض خلصنا الكونديشن، يعني خلصنا البارت 2 يعني ما دخلناش لسه، هنخش النهارده ان شاء الله بارت 3 اللي هو اللوب. احنا عندنا يعني مش اقل من 15 جزء يعني انا بنخلص يعني يا دوبك. انا يعني يهمني مكثف، يعني المكثف ده انا اتمنى انه يبقى مكثف. المكثف مش بالكلام يعني، المكثف ده احنا محتاجين عدد صفحات اكبر ونتقابل ثلاث مرات مش مرتين عشان فعلا يبقى مكثف ويخلص بسرعه، عشان تحسوا انه خلص بسرعه. لكن انتوا اخترتوا في الاول نخليه على محاضرتين، فده هيقلل الوقت. وبندي المحاضره في حدود ساعتين ساعتين ونص، فبرضه ده بيقلل الوقت يعني، يعني يقلل التكثيف يعني. فاهمني؟ مش مشكلة دكتور. هو برضه انت زي ما انت حكيت الاهم شيء انه المعلومة توصل ويعرف يطبقوها الشباب، والامور كمان يعني التفكير كمان مهم. هي قليل دائم خير من كثير، يعني مستعجل الواحد يكون. دكتور بعد اذنك بس كنت عايزة اسأل على حاجة. بالنسبة بس للناس اللي ما بتحضرش محاضرة يوم الثلاث وأنا منهم، فهل هيبقى في زي يعني كل بين كل فترة والتانية محاضرة تعويضية؟ أو لو محتاجين حاجة، لو أنتوا اللي سمعتوا المسجل واللايف لقيتوا الدنيا كويسة وطبقتوا وحليتوا الأمثلة يعني يعني مش محتاجين. فاهميني؟ الكلام ده إمتى؟ لما يكون مثلا أنت سمعتي اللي إحنا قلناه لقيتي نفسك مش قادرة تجمعي، او مش عارفه تطبقي، او مش عارفه تحل الاساينمنت،
يعني لو عندك مشكله بالاسايمنت ما عندكش مشكله، يعني لو عامله مثلا 50% 60% 70% منه وده واقف معاك ما فيش مشكله نحله مع بعض. لكن لو حاسه انك مش قادره يعني توصلي حتى في 40% ولا مش قادره خالص ومش عارفه تحلي كده بقى ايه، لا احنا محتاجين محاضره عشان احنا ما بنقدرش من الثلاث وفي حاجات واقعه مننا فما عنديش مشكله. لكن طالما يعني بدل ما تبقى محاضره دوريه واحنا مش محتاجينها وبتضيع وقت على الفاضي، لما تحتاجوا قولوا لي احنا محتاجين. تمام اوكي حاضر. يعني الكوره في ملعبكم يعني انتوا اللي تقدروا تقولوا احنا عايزين محاضره بدل التعويضيه او لا يعني. ماشي؟ تمام اوكي يا دكتور شكرا. خلاص يعني كما ان شاء الله احنا ماشيين نكمل ان شاء الله مع بعض ونحاول ان احنا ان شاء الله نستكمل. انا بس قبل ما ابدا اخش في الموضوع الجديد اللي هو اللوب، قبل ما نخش موضوع اللوب الجديد ده انا محتاج ان انا ايه، كان في كام نقطه كده ما قلناهمش في اللايف عن جمله ليف. تمام احنا خلصنا اخر حاجه كونديشنال برانشنج. بس دكتور ممكن تسمح لي اسجل؟ اه طبعا. تمام كان في زي ما قلنا في كام نقطه بس عايز اقولهم في الكونديشنال برانشنج في اللي هو ازاي نعمل جمله الاف واشكالها. في اشكال بس مختصر اتمنى ان احنا بس ناخد فيها كده ربع ساعه كده ولا حاجه نتعرف عليها. تمام عشان برضو لو قابلتك تبقى عارفها، لو احتجتها تبقى موجوده معاك في الاخر. ففي عندنا اشكال اخرى مختصره للاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت سميناها الشورت هاند، يعني الجمله المختصره. خدنا منها واحده، خدنا منها واحده اللي هي كنا بنكتب البارت الجزء بتاع الترو ونكتب الشرط ونكتب الجزء بتاع الفولس، صح؟ او الشرط صح بياخد الجنب اللي هو على شمالنا قدام عينينا على الشمال، او لو فولس بياخد الجنب اليمين. اهو انا هفكركم بيها تاني اللي هي سميناها احنا سميناها ترنري، مش عارف اسمها ضاع دلوقتي. طيب سميناها كونديشنال ترنري. كونديشنال ترنري يعني المعامل الشرطي الثلاثي، يعني عنده ثلاث اطراف، طرف الترو طرف الفولس والكونديشن ذات نفسه، بس هو بيتعامل على الشكل ده. طيب في شورت هاند ثانيه يعني، يعني ممكن نعمل اختصارات ثانيه. يعني على سبيل المثال لو انا عملت اكس مثلا وقلت اليوزر فلوت ادخل رقم وهقول له انبوت انتر اي نمبر فيرست مثلا ونقفل ده وناخد منه سكند نمبر او نخليه افضل ان هو ون وان هو تو عشان يبقى اسمه واضح قوي. تمام ونخلي الثاني ده سكند نمبر رقم الثاني، هاخد منه رقمين وعايز اعمل جمله شورت بس تكون بسيطه بس بشكل مختصر. لو انا مثلا الطلب بتاعي ان انا عايز اعرف ان انا اطبع اسئله والاولاني اصغر من الثاني، بس مش محتاج في الشغل اي حاجه بتمضي. مثلا ساعات بيبقى عندي ايه مثلا ببرمج حاجه مثلا زي مثلا اي تي ام مثلا، فانا عندي لو هو طلب فلوس اكتر من رصيد بوقف وخلاص، انا مش داخل في تفاصيل بقى. طب لو فلوسه بتساوي نفس الرصيد، طب لو فلوسه اقل من الرصيد، طب فلوسه ممكن يكون عندي بس في الفكره انا بعملها هي ايه وان كونديشن، حاجه معينه حصلت اعمل كذا او ما اعملش وخلاص. فاهمني؟ فطبعا ممكن اختصر الشكل ده اقول له ازاي، اقول له if ان او 1 تمام لو كان مثلا اكبر من ان او 2 بحط الكولون ما بنزلش سطر على طول ولا اي حاجه، انا بكتب قصاد على طول برنت تمام واقول له ان او 1 لارج او جريتر ذان ان او 2 بس. انا مش محتاج اي حاجه تظهر تاني في اي عمليه من العمليات، بس زي ما قلت لكم كده بس مش اكتر. ودي وضحها لكم فكره ان انا مثلا لو عندي اي تي ام لو اكبر هعمل حاجه معينه خلاص، لو الرقم اعلى من الرصيد خلاص. يعني لو احنا مثلا حبينا نقول
ان ده البالانس يعني ده الرصيد والتاني دي الويزدرو ويزدرو اللي هي السحب. يبقى ساعتها لو كان السحب اكبر يعني هنمشيها كده لو احنا عايزين نمشي فكره تكون واقعيه يعني. يعني مثلا نقول بالانس نخليها كده ماشي عندي الفكره بتاعتي واضحه و وهقول له لو كان withdraw balance يقول له دول مثلا ايه انا بس حاسس ان الاسبان بتاع احمد موجود ماشي نقول له مثلا يمكن الحاله اي حاله ثانيه انا ما عنديش فيها مشكله هديله سيف كده في المكان اللي سايب فيه الشغل بتاعنا ماشي لو حبينا نجربه في خمسه مثلا قلت له انا رصيدي مثلا 50,000 قال تسحب القيمه اللي انت كام قلت له مثلا عايز اسحب 2000 طبعا ما ردش انا ما بردش يعني حتى ما خصمتش خلاص حتى ما فيش انس انا ما بعملش انس خالص لكن الفكره بتاعتي بس ان لو كان عندي مثلا انا رصيدي 50,000 وبيسحب 60,000 هيقول له ايه؟ حتى كان نوت مكتوب غلط ماشي هيقول لي كان نوت ايه؟ كومبليتد وخلاص كان نوت كومبليت وخلاص ده شكل اللي هو بس كتبنا الاف كتبنا الكونديشن ووراه على طول كتبنا الايه؟ العمليه اللي احنا عايزين نقوم بيها وخلاص ما عندناش غيرها دي شكل الاول من اشكال الاختصار ده اول شورت هاند الشورت هاند الثاني اللي احنا اخذناه ده اخدناه قبل كده هعمله برضه كده ريفيجن سريعا عشان هو شكل برضه يعتبر شكل من اشكال الاف اللي هو لو كده هيعمل عمليه انسى هيعمل عمليه ثانيه بس بشكل ايه بشكل مختصر يعني قلنا في الحاله دي لو اصغر من او يساوي انا عايز اقول له كده يبقى انا هطبع ايه هقول له مثلا يور بالانس is واعمل ايه؟ مثلا واطرح البالانس رئيس الوزير ماشي؟ ماشي؟ يعني ايه؟ لو المسحوبات اقل من او تساوي رصيدك ما عنديش مشكله. في الحاله دي هطبع اقول له رصيدك هو خصم طبعا الايه؟ هخصم الرصيد بتاعك واطرح منه قيمه المسحوبات. تمام؟ ولو إلس يعني إلس يعني هبقى ايه اطبع الايه الكلمه دي. السؤال هنا بقى ايه؟ او الحته اللي المفروض ناخد بالنا منها هنا ايه؟ ان انا ما عنديش العلامه دي. ما عنديش الايه؟ العلامه دي ولا حاجه. انا كل عندي ان انا بكتب له اف وبكتب له إلس. واللي قبل اف بيتنفذ لو الكونديشن جاب ترو واللي بعد إلس بيتنفذ لو الكونديشن جاب فولس كالعاده. بس في سطر ايه؟ في سطر واحد زي ما احنا شايفين كده. مش عارف حاسس ان انتوا ما فهمتوهاش ولا واصله المفروض طبعا انتوا عشان اخدتوا اف فتبقى الدنيا سهله يعني بس كنت تشوفوا ان هي على سطر واحد بس ومختصره مش عارف لو محتاج اعاده يا ريت تقولوا لي طبعا هنا لو قلت له انا عايز اسحب 2000 قال لي خلاص يبقى انت رصيدك 48,000
ما عنديش مشكله بده تمام. وجربني التاني قلت له انا عندي 50,000 وهسحب 50,000 هذا خلاص في ورث ده زيرو وده برضه حاله سليمه. طيب لو انا رصيدي بقى 50,000 وهتسحب كام؟ قلت له هسحب كام؟ قلت له هسحب 60,000 هنا قال لي ايه؟ مش هقدر اقوم بالعمليه. بس ده الشكل المختصر التاني. ها يا شباب هل ده في اي مشكله؟ انتظر بس ترد عليا تقول لي اه لا كده يعني. واضح يا دكتور. كويس. ممكن اسال سؤال يا دكتور بس بعدين احمد؟ هو ده هو نفس الاساينمنت اللي كان بدخل رقمين واشوف مين اكبر من مين او مين يساوي مين؟ ما حضرتك ما عملتش كده بس هو في كان في اساينمنت بطلع الاكبر وبعدين بشوف واحد يعني مين اكبر من مين وبعدين اطرحهم. والله انا عاملاه يا دكتور فمش عارفه بس لا كنت متاخر. كنا عاملين برنامج لترتيب الارقام بتاعت التنازليه او التصاعديه. كان بيدخل ارقام واحنا كنا المفروض نطلع له الكبير او الاصغر ثم الاكبر ثم الاكبر خالص او العكس لو احنا بنعمل تصاعديه لو احنا بنعمل تنازليه. ف كان يعني هو برضه حضرتك يعني لو الويذدرو ده اكبر من البالانس بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ وانا بس كنت فاتحه الاثنين قدامي وكنت بقارن يعني ده زي المسحوبات. المسحوبات لو واحد بيسحب من الرصيد انت مثلا رصيدك 50,000 وجيتي تسحبي من رصيدك 60,000 ينفع؟ لا لا ما هو ده معناه ان لو الثاني اكبر اصغر من الاولاني ما ينفعش يطرحوا من بعض هيديني رساله. لو انا هسحب اقل من او يساوي رصيدي حقي صح؟ وبالتالي ساعتها هيقول لي ماشي مفيش مشكله البالانس بتاع رصيدك قد كده بعد ما يطرح القيمه اللي انا ايه اخذتها من الرصيد ذات نفسه. تمام ما عندوش مشكله. غير كده يعني معناها ان انت بتسحبي اعلى من الرصيد فيقول لك مش هقدر اكمل الترانزاكشن دي مش هتجي. ايوه ما انا فاهمه. انا قصدي ان الاعلى من الرصيد دوت اللي هو الرقم الاكبر. ماشي يا دكتور خلاص. طب ايه اللي ملخبطك؟ في اكبر من واصغر من يعني؟ انا فاكره ان ده شكل تاني من نفس الاساينمنت بس بطريقه تانيه. لا لا هو شكل تاني اه من جمله الاف لكن وقت يعني مثال كده واحنا قاعدين جه في بالي فقمت عامله معاكم يعني مش حاجه مثال مختلف تماما عن الامثله اللي فاتت. هو المثال اللي فات لو انتم فاكرين المثال اللي احنا كنا عملناه عشان نطلع الاكبر والاصغر ده كان فيه لوجيك كتير وكان فيه لا 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 البيجر والايكوال والسمولر اللي بطلعهم مش ما فيهوش حاجه يعني. ايوه بس انت تكون مرتب افكارك كويس وتعالى اشتغلت على دول بعدين اشتغلت على دول بعدين اشتغلت على دول الدنيا هتكون تمام. هو كويس هو مفهوم بس انا بتكلم على ان هو كمبدا رغم ان هو بسيط لازم تكون ايه مركز فيه. يعني مثلا اديك مثال خد معاه شكل جديد من الاشكال شكل جديد من الايه من الاشكال. تعالى برضو نقول ان احنا عندنا اكس ماشي وعندنا واي ماشي قلت له دخل اكس دخل واي ماشي كده. مش عايز اعمل ده مش عايز اعمل كده. انا ببساطه كل اللي انا عايز اعمله ايه هقول له برنت. خدوا بالكم بقى من اللي انا عايز اعمله برنت الاكس تمام. امتى هبرنت الاكس؟ اف ان الاكس هي اللي اكبر من او تساوي البي. خليها اكبر من البي بلاش تساوي او اكس وادي ايه واي اسف واي. يبقى هيطبع الاكس لو الاكس اكبر من الايه؟ اكبر من الواي. مظبوط عليك مفهوم ولا ايه؟ هتظبط عليك. إلس تمام تمام تمام. إلس هقول له برنت برنت مثلا اكس ايكوال اكس
واي. تمام كده؟ بس انا عندي مشكله اكس ايكوال واي صح؟ لا ما ممكن تكون واي اي جريتر ذان اكس، يعني ممكن تكون واي اكبر. لسه عندي احتمال تاني، لسه عندي احتمال ايه؟ واخدين بالكم معايا ولا ايه؟ ما ينفعش اقول كده. كده يبقى عندي مشكله ان لو كانت الواي اكبر من الاكس صح؟ كنا عملناها قبل كده على اكتر من جمله لو تفتكروا. عملناها على اكتر من جمله. نعم صحيح. صحيح؟ كنا اضطرينا نعملها على اكتر من جمله. في شكل من الاشكال المختصر تلاقي شكل مختصر ان انا اركب اف كمان وراها. يعني اجي هنا ما ايه؟ وجاي هنا الاف ان الاكس ايكوال واي. اف ان الاكس ايكوال ايه؟ ايكوال واي الس برنت الواي. ايه اللي انا عملته؟ انا بقى انا عملت نفس المثال الطويل اللي احنا كنا حلناه مع بعض بس بشكل مختصر خالص. بشكل مختصر خالص. انا عايز اطبع انا الاكبر بس. وبالكم مش برتبهم الاول، انا مش برتب. انا عايز اطبع الاكبر بس. فقلت له ايه؟ انا عندي كم كونديشن؟ تو كونديشنز. تو كونديشنز. بس الشكل الجديد ده شكل جديد بالنسبه لنا صح؟ شكل على بعضه مختصر جديد. طيب لو الاكس اكبر من الواي فطبيعي العمليه واضحه، انا هطبع قيمه الاكس على ان هي قيمه الايه؟ القيمه الاكبر. الس هيطبع لي كلمه ايه؟ ان هم ايه؟ اقول له لا مش هيطبع لك كلمه هم ايه؟ هو هيضطر يشوف الكونديشن الثاني. هيضطر يشوف الكونديشن الايه؟ الكونديشن الثاني. لو كان الكونديشن الثاني ترو هيطبع ان هم ايكوال، لانه الاف هنا بتاخد لابليه، لو جابت ترو بتطبع لابليه صح ولا ايه؟ فهنا لو كانت الاكس اكبر ايكوال الواي هيطبع خلاص ان الاكس ايكوال الواي وخلصنا. انس يبقى خلاص اتاكدت ان الواي هي الايه؟ هي الاكبر. اتاكدت ان الواي هي الاكبر. ايه شكله؟ ايه رايكم في الشكل المختصر ده؟ شكل اخر من الاشكال المختصره. شكل اخر من الاشكال المختصره جمل الاف. كويس شكل كويس ومنطقي، انا حاسه انه منطقي شويه يعني ثاني مدوخ يعني. لو دخلنا 5 واي 6 طبعا ال 6 على سن 6 هي الاكبر. لو دخلت 6 وبعدين ال 5 طبعا برضه 6 على سن هي الاكبر. طب لو دخلت 6 بعد كده 6 قال لي الاكس بتيكوال الواي، يبقى انا عملت كل الاحتمالات بتاعتي. البرنامج بتاعي شغال بشكل ايه؟ بشكل بسيط جدا بدون تعطيل. وصلت فكرته؟ كويس جدا. ده شكل من الاشكال. على ما اتذكر كان في جمله عملناها قبل كده تقريبا اكبر منه او موجب وسالب وزيرو او حاجه مش فاكر، وكنا مضطرين ان احنا نعمل عايزين نعدي مره فاضي بس ما عرفناش نعدي مره فاضي. في جمله اسمها باس. خلاص باس يعني اعديها. تمام وهي في البرمجه معناها كده. تمام يعني لو حصل ده انا عايز اعدي القصه دي، مش محتاج منها شغلي او مش عايز اعمل حاجه، مش عايز اعمل حاجه في الكيس دي. يعني مثلا ممكن يكون الكيس بتاعت الايكوال مش عايز اعمل فيها حاجه، مش عايز اطبع ان هم ايكوال، انا عايز اعرف الاكس اكبر ولا الواي اكبر. لو بيساوي ما تعملش حاجه مثلا يعني. لو احنا عايزين نعمل ده مثلا على سبيل المثال، لو انا هو دخلت الاكس ودخلت الواي، انا مش عايز اطبع ان الاكس والواي بيساوي ايكوال بعض يعني. ماشي؟ انا لو بالنسبه لي لو ايكوال بعض اعديها ما تفرقش معايا. وهنا هطبع كلمه اكس لو هي الاكبر هطبع كلمه واي، ولو هم ايكوال ولا تطبع اكس ولا تطبع واي. في جمله اسمها باس جايبينها دي، معناها لو الاكس اكبر من الواي هيطبع لك كلمه اكس، هيطبع كلمه اكس كسترين. ولو الاكس ايكوال الواي هيعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. هيعديها. مش هيعمل حاجه. امبتي اوبريشن يعني عمليه فاضيه. طيب انس يعني لو مش بيت ايكوال بعض خلاص هيطبع الواي وخلصنا.
ففي الحالة دي هدوس وانا معترض على باس على سنين مش في اصل جملة ال مش في اصل جملة الاف يعني. طيب انا لو جيت عملت كده لان هي المفروض تبقى في اصل جملة الاف بس كنت متخيل ممكن شغال عادي في الاختصار. طيب انا لو جيت قلت بالشكل كده اف اكس اكبر من الواي مفروض اطبع الاكس إلس شنو إلس بقى تقول إلف صح؟ إن الإكس إيكوال الواي لو الإكس إيكوال الواي هقول له إيه بس صح؟ إلس تين أقول له برنت الواي فاتواكم طبعا هنا فردنا الجملة قد تكون عند بعض الناس اللي ده بقولك يعني مقروءة وسهلة وبسيطة بالنسبة وقد تكون عند الناس طويلة ومش كويسة لكن دي برضو مهمة جدا أن ننوه عن حاجة صغيرة بس الأول أشوف الجملة مظبوطة ولا اشتغلت معنا ولا لا اشتغلت معنا إن شاء الله هي بتقول 6 و7 خلاص قد الواي الواي الأكبر ده صح لما قلت له 7 و6 قد الإكس هي الأكبر طيب لما شرحت مرة أخيرة قلت له 7 و7 ما ردش عليا وده الصح بس في تنويه هنا مهم جدا ناخد بالنا منه ايه هو ان معنى كده معنى كده ان مش معنى ان في واحد كده 10 اسطر وواحد كده 5 اسطر يبقى 5 اسطر البرفورمانس بتاعهم اعلى الكلام ده مش صح في ناس متهيئ لها ان لما يكتب كود اقل يبقى هو اشطر فاهمني ازاي ويبقى كاتب لي سطر بقى زي مثلا انا بالنسبه لي السطر بتاعت الجمله اللي كان طويله او كانت واخده اكتر من الصفحه دي او اكتر من السطر اللي قدام على الشاشه ده انا بالنسبه لي كود ما رضاش ان حد يكتبه ولا حتى مبرمج التحليل يرضى اخليه يكتبه ابدا دي حاجه من الحاجات اللي هي العيوب يعني مش مكشوفه بالكامل و كومبليكيتد في الريدنج يعني في القراءه صعب على يعني محتاج تركز قوي يكون في حاجه فيها غلط غير لما يكون الكود ابسط ما يعديش نص سطر يبقى واضح مترتب ترتيب بالنسبه لنا كلنا طبعا ممكن اي حد يختلف معايا مش مشكله لكن الاصل في الموضوع ان مش عدد الاسطر هي القضيه بس دي الاكيده دي ما فيهاش مشكله البرفورمانس مش واقف على عدد الاسطر ممكن اكتب عدد اسطر اطول والبرفورمانس بتاعي بقى اعلى الاداء بتاع الجمله بتاعتي اعلى تمام ممكن اكتب عدد الاسطر اقل ويبقى برضه الاداء بتاعي اعلى عادي وممكن العكس مش مرتبطه اتفضل دكتور يعني البرفورمانس يعني اذا نحكي عن البرفورمانس انه يكون يعني اذا كان مثلا انت ممكن تكتب شيء طويل مثلا لكن ممكن اللوجيك يكون له دوره في عمليه البرفورمانس طبعا اللوجيك هينو... له دوره في البرفورمانس طبعا وكمان بعض الفانكشن صح اكيد اغلب الاوقات اغلب الاوقات العاديه البرفورمانس بيتاذي بسبب اللوجيك طيب يعني دكتور في نعم تفضل اديك مثال بسيط جدا يعني مثلا المثال بتاع السرير اللي هو هتعرض له على فكره بالتفصيل ان شاء الله في الكورس باذن الله انا وان شاء الله هتعرض له بالتفصيل لو جينا فكرنا مثلا في البحث العادي انا عايز ابحث مثلا وعندي جوجل مثلا خلينا في جوجل عنده كم موقع يبحث فيه مثلا ملايين صح؟ نعم لو تخيلنا ان الملايين دول محصورين على بعض رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 6 رقم 7 رقم 8 الاخر وانا لما بكتب كلمه وجوجل بيبحث بيطلع بقى الاول هي في الكلمه دي لا طب انت في الكلمه دي لا طب انت في الكلمه دي لا تخيل بقى ان هو بيمشي كده ده لوجيك ده احنا بنسميه سيكونشال الاسلوب ده اسمه سيكونشال يعني ايه؟ يعني تتابعي تمشي واحده ورا واحده واحده ورا واحده واحده ورا واحده يعني مثلا بقول لك بلاش اديك مثال اخر بلاش اوسع على جوجل قوي تعال نقول مثلا عندي مثلا في الجامعه 3000 طالب وال 3000 طالب بياناتهم موجوده قدامي وانا عايز اجيب الناس اللي في الجيزه مثلا اللي ساكنين في الجيزه فعشان امشي او القاهره فانا عشان امشي لو انا مشيت واحده واحد اثنين انت جيزه لا 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 انت جيزه اه ماشي وانت جيزه لا انت جيزه انت جيزه اه تعالى تمشي كده السيكونشال ده معناه ان انا هعدي على كام واحد؟ على 3000 وورا بعض هل اوصل نتيجه هوصل نتيجه اللوجيك بتاعك صح اللوجيك بتاعك صح البرفورمانس بتاعك خد وقت صعب جدا البرفورمانس بتاعك وحش جدا تمام
ممكن واحد تاني يفكر مختلف بشكل مختلف. تمام؟ في حاجة اسمها مثلا ممكن يبدأ يعني أساليب كتير. مثلا من ضمن الأساليب أنه يشتغل مثلا برا للكمبيوتينج مثلا وأنه يقسم المجموعة نصين. فيبقى عنده 1500 و1500 ويبحث فيهم مع بعض على التوازي. لما يحصل كده يبقى هو هيضيع وقت 1500 واحد بس. صح؟ مظبوط؟ نعم. فيبقى العدد أقل. خلاص؟ لو هم مترتبين ممكن واحد يقول لك أنا هرتب مرة واحدة وبعد كده الترتيب بالنسبة له هيبقى أسهل في البحث. أنا بروح على أول واحد جيزة يبقى الباقي اللي وراه جيزة، أول ما ألاقي واحد بره الجيزة خلاص أنا بالنسبة لي مجموعة صفر. ما دورتش في كل الناس. خدت بالك؟ واحد تفكيره تاني خالص أهو. بنى فكرة تانية ولوجيك تاني مختلف كليا. تالت كده، تالت، التلات أفكار هم مختلفين. وإلى آخره من الأفكار ممكن نقول أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. كل واحد واللوجيك بتاعه، واللوجيك ده ممكن يخلي يسرع العملية لحد كبير جدا. وصلت؟ نعم صحيح. اللوجيك يغير طبعاً طبعاً. تمام؟ ده كان كده. طب دكتور نعم طب. دكتور طب لو نحن ما حطيناش الباس طب يعني ايش مهم مش مهم يعني مش هتطلع نتيجه اصلا بدون باس صح؟ انت مش محتاج تعمل حاجه في العمليه دي او في الشرط ده لو عايز تعديل فبتكتب كلمه باس بس لا لو ما حطيتهاش يعني ايش مش هتطلع النتيجه اصلا لو ما حطيتهاش هتبقى كده الجمله دي انت محتاج تحط حاجه في الحاله دي بس انت ما عندكش حاجه تعملها انت مش عايز فبتقوله عديها ممكن مثلا تبقى شبيهه قوي لو انا عملت كده مثلا نعم طبعا فاضي عشان تمشي العمليه معايا لان عشان يجي 7 ويجي 7 يوم عامل كده بس هو طبعا سطر بس اعطى سبيس يعني طبعا سبيس عمل سبيس بس هو زي ما تقولي فهم عاملين لك جمله عديها يعني جملة اسمها لو انت خلاص دي تخطاها. طيب زي هيك دكتور انت استخدمت الباس واستخدمت البرنت. لو اجينا مثلا يعني ما مش هذا مش هيك بيفورمس افضل لما تستخدم باس لانها انت استخدمت شغله انه يعني فانكشن مثلا خلينا نحكي احسن من طباعه سبيس يعني مثلا انا بحكي يعني هذا من انواع ال طبعا الاسباب كتير صح؟ يعني برنت مثلا على سبيل المثال برنت بتشتغل معنا في الكونسول دلوقتي يعني احنا لسه بنتعلم مبادئ واساسيات. لكن ممكن انا في الويب هعمل برنت فاضي انا عايز اعمل ليها وضع مختلف او انا مثلا في جي او اي ديسكتوب مثلا هعمل برنت ايه او انا مثلا في موبايل او انا مثلا فاهمني يعني مش يعني احنا مجرد برنت دي عشان بنطبع بس دلوقتي مجرد طباعات عشان ما تتملك اللغه لكن بعد كده ممكن برنت بالنسبه لنا ما يكونش موجود اصلا فاهمني؟ وممكن انت في الاخر يعني مش فارقه يعني ممكن اعمل انا فانكشن واما تاخدوا الفانكشنز بالظبط ان شاء الله هتبان معاكم ممكن اعمل فانكشن واسيبها فاضيه. وبقى فانكشن بتاعتي فاضيه وبحب اعديها بعديها مثلا. بلاقي فانكشن اسمها امبتي مثلا. مش فارقه هي فاضيه فمش هتاخد يعني مش هتاخد من البرفورمانس شيء. فهمتني؟ ترى هي فاضيه ما بتاخدش من البرفورمانس شيء مش حاجه بتتنفذ اصلا. لكن هي حل لما اكون انا عايز اعدي الامر والسنتكس ما يضربش مني. بقى معايا الباس وخلاص. واضح دكتور. زي ما يكون مثلا انت عايز تعمل ايه؟ تحصل معانا؟ انا عايز اقول زي ما قلت في المثال بتاع الرصيد مثلا لو الرصيد اقل اعمل كذا، لو الرصيد اكبر اعمل كذا، لو مش عارف ايه اعمل كذا، لو مش عارف ايه اعمل كذا، لو معمول له بلوك ما تخليهوش يسحب، لو مش عارف معمول له ايه، فانت عايز تعمل كذا كتير، والحاله الطبيعيه هتقول له بس يعني انت بس عامل شويه افات كده مقفل كل الحاجات الغلط، لو معمول له بلوك لا، لو هيسحب من بنك خارجي لا، لو مش عارف رصيده اقل من كذا لا، لو هو حساب شخصي وعامل كذا ما ينفعش، لو انت عملت اقفل له كل الكيسز صح؟ في عندك بقى في الاخر خلاص اللي هو خلاص طب ما ولا واحده من دول بتقول بس خلاص كمل عادي مش مشكله عادي فهمتني؟ طيب احنا هنفصل وسايب الفيديو ان شاء الله وارجع تاني نبدا نتكلم في موضوعنا بتاع النهارده اللي هو اللوب باذن الله التكراري او حلقات التكراريه بس الاول في اي حد ليه اي سؤال؟ كله تمام؟ السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم وبركاته، اتفضل. هو ليه المحاضرة ما تكونش